جود مورنينغ عرفتوا بغيت نصور لكم غير فلوغ قاد زعما غنحاول اليوم دابا ما كنبدا نصور لكم حتى كنمشي للدار لهذا جود مورنينغ مامي قلت زعما بغيت نصور لكم واحد المقعد من الصباح حتى العشيه المهم نشرب قهوتي ديال الصباح و عرفتي كيصبحنا مايمكنش ادوس قلت لي كيصبح تعمل قلت لي بحال اللي كنت كنتريني هزه يعني عرفتي المشكلاسيون كتريني العضله بتقل يعني خادم 10 كيلو ولا هاكا قلت لها عرفتي راه ما كنحس بحتى جنب قلت لها ما يمكنش قلت لي حتى انا ورغم ذلك قلت لها صافي خلي تاليك جوج العشية ومشي وراه ما بقاش بزاف دغيا قالت لي لا 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 مشيو بكري باش هادي انا عارفه ثاني غتخلينا حتى لتسعة الليل هذا نساليو ما كرهتش السقوف تحكم مسكينه ايوا اش كنت كنقول ماما سنة خدا فرزو مسنية سنة يمري الكباريا مهم بيوت يمري بارسن مهم يلا كبيتا تشوفنا معايا ايوا حنا جينا غادي لا تقولوا ما جينا حنا اليوم نشتي ديال الحال صوب غادي نبداو عاوتاني مابقاش بزاف نوريكم باقي هاد البلاكار باقي كاع ما قربنا ليه باقي هذا كله من الداخل ومن برا البارح دوزنا ماشي شي قلت لكم درنا المياهات وبقينا كرطيا ما تكرط ولكن الدنيا ما دايرهاش ما جايبه لي ثلاثه لبسات حيت البارح ولا حاج جايبه لي لبسه ديال العشيه فاش يبرد الحال يخرج يلعب في البارك حيت مقابل معنا المهم قلت لكم يعني بحال حيدنا غير كثرت سميتو باق بحال هاد الشفيفه الاولى كنجفو كنشفو كتبان لك هكا بحال التراب داك صافي البارح هاد الشراجم بقيتهم غنشوف غنبقاو نتغبرو عرفتي كي كانوا هنايا دابا راه شوف راه كانوا منعاودش ليك ولكن مازال خصهم يعاودو يتمسحو المهم نقيم بعدا من الوسط ايفي تانيتش نمشي نلقاو البارح راه كانوا حالتهم راك شتو فاش كنت كنحيد لقيتهم مزيان من هنا من هنا مسحت هاد الباب هاد البلاكار عرفتو كيفاش كان هنا كان تراب 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 ماغون كيبان لك دوزنا عليهم لاسبيغاتور و درنا تي كتعتقي ختي ايوا هنا مسحت هادو مسحت الزاج كيبري ختي مافيش عرفتي كان هدا رجعو الفيديو القديم كان داير فهمتوني هنايا الفوق تاني مسحتو كلشي هنايا هنايا يعني كلشي نقي الارض باقا ما مسيقاش هنا حيت كنت كنجيب دوك الشيفونات شي هاد التراب اللي كتشوفوه شي هاد التراب هو اللي كان في كلشي كنجيب وندير شوفوا الحيط 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 شوفوا التراب واش عارفو عرفتو راه ما يمكنش دابا غادي ندير الحيوطه خليت الحيوطه يعني غنديرهم ندير الحيوطه مع السيقه هنا ترى الحيط شوف شوف تروس مقليب ويلي 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 وراه كان كلشي بحال هكا ايوا البالكون غير تسيق هاد الباب تا هو مسحتو خصو يتعاود ولكن تحيد منه التراب هاد الشرجم باقي هادو شتي دوزت عليه مسحت غير حيد التراب الكتير صافي والبيبان وداكشي تا من سميتو هاهي هادو شتي طلعات كتحيد هنا جبنا معنا تويع اليوم حيت كاين هنا روبيني باش ندير هادو كلهم اللي قلت لكم شحال ياخذوا لي من النهار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 غير الفوق عاد كاينين هادو لتحت المهم 29 قلنا 29 ولا 21 ما عقلتش وحده منهم او ريكتو فيرسو طلبوا لي الله يعاونني حاولت ان تكون شفتوا فيديو نكون سالينا ماتو اوكي هانتوما
ريكتو فيرسو خصهم يداو فيهم بزاف هاد اللصقات كلهم خصهم يتنفخوا من جوي بجوج المهم غنصدهم مرت قلت السفلي زوين ولدي ما نخافش عليه من يطيح ايوا ولدي ولا كيطلع قال لك هنا الساره ديال السفلي باغي ينقز من البالكون نقز من البالكون منين هيخرج البارك راهو احبيبي يا ربي على ولدي راهو البارك قريب ولكن كنتمنى كون كان مقابل ليا مع هنا باش يخرج يلعب ونبقى مثلا جالسه في البالكون نشوفو نكون في الكوزينه كنشقاو لها هنا ما كنقدرش نخليه بوحدو سليت ليا مشى كيجري في البلاصه عاودت قلت ليه اجي غوت عليا من المهم اجي هبط فين غادي اجي نسدوهم بلاتي هكا ماما هكا حبيبه هكا المهم سديتهم كاملين باش ما يبقاش انا بالي معاه وانا غدا ندير سميت صافي هذا حتى هو حيت لي الغبره ولكن مازال خصو يتعاود المهم خاص اعاده لكل شيء هذا تو تمسح خاص اعاده وشوفوا مني غنجيب الرحيل وغنستقروا مازال اعاده مازال كاينه اعاده اخرى الاخر دابا هادشي كله غادي البني الاولى في الثانيه في الثالثه في الرابعه مازال كاينه الاعاده الاخرى باش نجلس الدار غنبدا ندور على كل شرج بوحدو ماما بومه ديتي نعم ما شفتي عاد شفتو تاني ما صورتش ليكم شي نعجاني شكريشه مبيناش المهم جيت عند صاحبتي جبت لها لاسبيراتور ديالها قلت لكم العمارة ملاصقة مع العمارة جبت ليها لاسبيراتور راه دوزتي كتسنى بال وجبت لها داكشي ديالها صافي عيينة عرفتي جارتي عاد هبطات وقالت لي تتم باقي ما ساليتوش قلت لها قالت لي انا سيمانة وانا كنجي كل نهار سيمانة دابا شهر قالت لي سيمانة وانا كنمسح نغد ليه كنجي كنلقى عاوتاني باقا الغبره كنمسح كنجي كنلقى باقا الغبره اني مارت سبقني خرج قالت لك مارت فين مشى تعرف على شي دراري في الدرب كيبقى يلعب معاهم كيبغي يسيش البالكون ديالي من برا بحال هكا هاد السفلي اللي الفوق عندهم صغار تشوزوك لا لا ما قلت المهم وشي نعجاني دابا راه الربعه حنا جينا تا ديك 12 حكينا البالكوت وداكشي المهم الارض الثاني كيبت لكم مغبره حكينا الحمامات بلاكارات كيبريو دابا بلاكارات الحمامات صافي ما بقى والو باقي غير الارض والشراجم كلهم خصهم يتعاودوا المره الثالثه بدات اليوم الثاني في البلوغ نورمالمون النهار الثالث اللي غنجيو للدار الاول والثاني نقينا فيه شويه على الثالث جيت كنجري عيطوا لي المعلميه تا هما معيطه ليا توصلوا قدام الباب اجي حل لي الدار غنصايبو هادو ديال الضو كيف ما كتشوفوا باقي داكشي سميت شوفوا الخياطه شتو انا حليت لهم الباب دابا غنمشي عند دار صاحبتي اللي حدايا هنا البالكون البارح هادو شفتو الحكه الثانيه ديالو من الداخل هادو راه كلهم نقيين حكاتهم بشطابه هكا بالرغوه وعاد هبطات سميتو كلشي تصيقه ولكن من برا خصهم يتمسحوا ولكن راه عينه المهم بلاكارات داكشي نقد الشفاف خصو يتعاود ويعاود يتعاود خصنا ناخد واحد اللعيبه سميتو تينار بحال ليسانس ريحتو في المغرب ما عرفتش شنو سميتو باش نمسحو به الصباغه وداكشي واصلا مع مازال غيجيو المعلميه فهمتي خليته يسالو ونعاودو نديرو كلشي البارحه قلت ليكم هادو مسحتهم الباب تو غير باقي خصو يتمسح هاد البلاكار هذا قلت لكم مسحتو البارح مزيان كيبري من الداخل ومن برا
تمسح مزيان كامل هو التحتاني. جلست هنا نهضر معاكم عاد ندخل حيت كاين الموسيقى لداخل. كاين هنايا سينما وجا اخرى في الكاف. عرفتي باش ما تعصبش خاصك تكون حالي باش ما تعصبش. هاد المعلمية كي صحابيا في المغرب ساعات هنا اش كيدير ويلا لا دابا يومين حنا كنمشيو للدار البارح والبارح كي قلنا غنجيو حنا كنشقاونا عندو السيوم يلصقو هادوك يركبو لي دوشا كابين يقادو كلوزيت ديال بيت النعاس يديرو لي سبوت ديال الكولوار باقي ما داروش. المهم لافابو باقي بزاف ديال الحوايج في الدار خصهم يدارو باش حنا نتحولو نجلسو. دابا رحيل غدا جاي غدا في الليل غادي الكاميو غادي يهبطو يعني غيشدو الطريق من اسطنبول مع 12 غادي يوصلوا لهنايا مع ديك. المهم ممكن نورمالمون بالطوموبيل دغيا الا شديتي الطريق مع 12 غتوصل مع 5 د العشيه ولكن الكاميو ما عرفتش السرعه ديال الطوموبيل نقولوا حنا قعدت 12 د الليل ولا 11 د الليل وصافي خاص داكشي يكون مقاد. المهم كيقول لنا حنا جايين والبارح ما جاوش النهار كله حنا للدار والبارح البارح ثاني ما جاوش اليوم عاد معيط لي على فلو كنقول لهم عيطوا لي واحد نص ساعه قبل باش ندوز للدار وتا نتوما تجيو. صافي نط كنجري خرجت كنت ناويه ندوش اليوم هادي ونرتاح مشيت كنجري حليت اليوم الباب ما حليت اليوم الباب هذاك اليوم انا غنخليكم الصوارت في الباب. انا هنايا عند صاحبتي عند الجاره وملي تكونوا خارجين عيطوا لي باش نجي ناخذ الصوارت حتى انا نمشي لا غدي معاك الصوارت حنا غادي هاتوما راه يلا حليت دخلوا شافوا اش كاين شنو اللي خاص احنا غادي نمشيو نتغداو ونرجع. ما جات مع الوحده بيل قبل من الوحده بشويه قلت ماشي مشكل صافي جات لقيتهم كيتسناوني في الدروج مسافر ولكن تما ما كيعلموش قلت لهم انا علموني انا راه ما جالساش في الدار الدار باقي ما فيهاش ربحي دونك علموني باش نجي نحليكم الباب. ايوا قلت صافي مساكن وقال لك كيتسناو فيا نص ساعه هادي خليهم يمشيو يتوضا صافي قال لي خلي عندك السوار حتى رجع خلي لينا غنعلموك واخا قلت لهم عيطوا لي. انا كنت غنمشي عند صاحبتي فريمون للعماره على العماره دخلت الواتساب لقيتها خارجه اخر مره مع 4:30 ديال الليل اولا ديال الصباح ديال الجر عندها بيبي عنده شهرين ما نعسهاش باينه يعني اخر مره دخلت الواتساب 4:30 ديال الصباح ما عاودتش دخلات الصباح مع 8 ولا 9 ولا 10 دونك باقا ما فاقتش حيت ما يمكنش انسان يفاق ويبقى حتى الوحده ديال النهار مي ما تشدش كاع الواتساب مستحيل. المهم كاينه شي حاجه يا ما مسالياش يا هذا قلت ما غاديش نمشي عندها حتى ضروري نعلم الواتساب قبل هذا ما بغيتش نعيط لها قلت وقال البابا ما نعسش مشيت راس الدرب كاينه واحد الكافي جلست خديت قهوه كنتسنى من الوحده كنتسنى وصلت جوج قلت ماشي مشكل قلت صافي كره مشاو يتغداو في دارهم ماشي برا شي سندويشات كره مشاو للدار ويرجعوا هذا مشيت ل دويله ما قدرتش راه شفتو فاش كانوا في الدار ما قدرتش نهضر براحتي كنتسنى شويه تعطلوا والله ما صيفطتش لهم ميساج واحد دابا صيفط لك نحط لكم سكرين هنايا حتى ثلاثه عاد صيفط لهم مع الوحده قلت لي ملي تكون جاي علمني في واتساب قال لي تمام حتى ثلاثه ما دار ساعتين وانا نتسنى على واحد وسعد ساعتين مع ثلاث مشيت درت لايف قلت نستغل الوقت درت واحد اللايف زوينه على خطه التغيير دابا انريجستري نحطو لكم هنايا سميتو قلت نستغلوا الوقت ماشي نبقاو جالسين مع ثلاثة قلت ليه ابي انت غادي ترجع ابي انا زمان دنيا نصوم وصفت لي النمره ديال الباترون ديالو حنا الباترون هضرنا معاه النهار الاول النهار الاول ملي شدينا خدمة كيبقى يصيفط المعلمية اللي عنده صيفط لي النمره ما جاوش ما قال حتى حاجه صيفط لراجلي النمره باش يعيط ويقول لي راه عندنا خدمه اخرى راه مشينا ليها راه الباترون اللي كيصيفطنا راه غدا غادي ندوزو عندكم ياك اخي كدرتي ليها ما فهمتش ليش جاي ليش غادي اوكي مشيتي خرج لك خدمه اخرى ليش ساعتين مخليني انا انت غتغدى وانا كنتسنى حتى الثلاثه زعما راه باش ما تعصبش خاصك تكون مجده. المهم
يعني من جوج حتى ثلاثة عاد تقولها لي عرفتي كون كضيع داك وقتي في الفراغ كنت غنتعصب بزاف، ولكن جاب الله قضيت فيه شي خدمة وهذا ودرت فيه لايف عرفتي ما حشمتي ما مرقتي. راجلي قالها لي ضافي قال لي واش مخلي لي السيدة كتسنى ساعتين عاد كتقول هذيك الساعة متقولش لي غادي نتغدى ولا غادي نخدم أخرى حتى هي ترجع للدار، انت راه غنرجعو في العشية داك الشيء علاش غنساليو ديك الخدمة غنرجعو نيري راه زوينه هادي الا كنتو نتوما غترجعو حتى لخمسة العشية انا نبقى نتسنى دابا هي الربعة وصلات مشا ليا النهار نيري ما كيمرقوش. المهم قال لي ويلا ما ساليناش العشية غدا يعني راه نقدر نبقى من شهور حتى السبعة العشية ويجيو حتى الغدا. خليت الصوارت فينا المهم صاحبتي نط من الكاف حتى الربعة هي العمارة على العمارة بانت لي دخلات الواتساب وانا صيفط لها ميساج خليتها دير الصوارت باش الا جاو في العشية هي راه غادي تهبطها في لاسونسيو وغاد تحل ليهم الباب ومني هما يسدو الباب يجيبو لها الصوارت ملي يكونو خارجين ولا جاو غدا في الصباح ما نوضش انا جاية كنجري يعني تهبط لهم الصوارت ولا تلحهم ليهم غير من الشر صافي حيت احسن ما نجي هاديك الطريق كامل ماشي زعما واحد حس المسؤولية منعدم مسطين هادو والله الا مراد ما يمكنش يكونوا طبيعيين حتى على قلة المسؤولية هادي واحد كيتسنى فيك ساعتين ما كيمرقوش والله. المهم يعني مزعجت استفزيت ما تعصبتش هاد الشيء ماشي كفيل باش يعصبني ولكن تستفزيت زعما ما كدايرش هادي راه سطيه. قولي يا اختي احنا شنا دابا راه عندنا خدمه اخرى عشيه غنرجعوا ولا ما قدرناش نرجعوا في العشيه غدا غادي نقولي اوكي انا غنرجع للدار الا كنتي غادي تجي عيط لي قبل بنص ساعه قولي راه غنجي ما عيطتيش راه غنعرفك حتى الغدا يعني نورمالمون هادشي اللي خاصو يكون. صافي دابا تشهيت واحد البيتزا كتعجبني هنايا انا اللي كنديرها مع الباربيكيو الحار كنشها الحار جيت كنت كناكلها تقريبا نهارين نهار لا دابا هاد السيمانه ما كليتهاش وقالوا لا ضرب عليا غادي ندخل ناكلها وغنرجع للدار على وعدي وساعي خليت عندها الصوارت باش ما نبقاش غادا جايه زعما عاودوا لي قصصكم مع المعلميه في لي كومونتير كيعصبوا. واش غنقول لكم الفيديو ما بات فيه والو ما عرفتش واش نساليه ولا نخليه صافي وقال نسالي فيديو حتى الفيديو ديال الحيط فاش يجي الحيط غدا ما ديما نبقى نصدعكم بهاد المشاكل وهاد الصداع ديال المعلميه هذا كريطه كريطه كيطلعوا الدم وحق الله. يلا بسلام عليكم نتلاقاو في الفيديو الجاي وشكرا لكم بزاف على التبريكات ديالكم في الفيديو اللي فات.